نعم الحمد لله كنت من المتفوقين بالجامعة، ولكن كسيستم الجامعة بما أنه هي كرياتيف واللي هي مجال الإبداع، فما كان في إنه ترتيب. ممكن الإبداع يكون لك أنت شايفه بنسبة، حدا تاني يشوفه بنسبة تاني، فكان في تفوق من ناحية الإخراج للمسلسل اللي أنا طلعته، للفيلم عفوا، ولكن ما كان في درجات الأول أو الثاني أو الثالث، ولكن كان في تفوق في الإخراج. شو الفيلم اللي صورته؟ تحكي لنا أكثر عنه. كان هو Escape the Hunt، هو عبارة عن Community Work في نيوزيلندا. أغلب الكوميونيتي والمجتمعات العربية الآسيوية الإنجليزية إنه كانوا اشتغلوا سوا وتعاونوا سوا لحتى ينشئوا مشروع، والحمد لله في آخر الفيلم نلاقي إنه قدروا يوصلوا رسالة اللي بدهم يوصلوها. فكرة الفيلم هاي ليش طلعت فيها؟ فكرة الفيلم بالأخص هون عندنا بنيوزيلندا في كتير تنوع ثقافي، في كتير مجتمعات كوميونيتيز كتيرة، فحبيت وصل صوت الحقيقة، لأنه هون بنيوزيلندا نحن ما في إنه مثل غير بلدان إنه بس في كوميونيتي واحد، في عالم عدة بلدان، فحبيت وصل إنه الشيء اللي عم بيصير بأرض الواقع يتطبق كفيلم ويكون يوصل لباقي العالم. ما في يعني مثل ما نشوف بباقي البلدان عنصرية يعني في نيوزيلندا؟ العنصرية كتير قليلة بنيوزيلندا، وهذا بيرجع لأنه في تعدد تقريبا من جميع البلدان في بنيوزيلندا، هي عددها 4 مليون ومخلط مثل ما بقول، يعني ما فيها العنصرية الكبيرة مثل غير بلدان اللي بنشوفها، بدون ذكر بلدان يعني طبعا. طيب أحمد، يعني بتحكي لنا عن حياتك، دراستك بنيوزيلندا كيف كانت وكيف هي حاليا؟ نعم، أنا أجيت على نيوزيلندا من حوالي 7 سنين وحصلت على جنسية نيوزيلندية، والحياة كانت شبه ممتازة. واجهت بعض الصعوبات أو في البداية بأوقات المدرسة، بس الحمد لله بمساعدة الأهل ومساعدة أخي الدكتور ضياء الدين، كان هو يعني خير سند إلي بهاي المرحلة من المدرسة لحتى هذا الوقت، يعني بوجه له رسالة شكر كبيرة له، هو كان مساهم كبير بنجاحي. شو أبرز الصعوبات أحمد اللي واجهتها في حياتك نعم، بنيوزيلندا ودراستك؟ هلا اغلب الصعوبات كانت انه وقت جينا على نيوزيلندا ما كان في عدد سوريين، لحد الوقت ما في سوريين كتار، فاللغة العربية، فما كنت احكي عربي غير بالبيت تقريبا، يعني بنيوزيلندا في عدد كتير قليل من العرب، فما كان في تقريبا كنت حانسى العربي على شوي. والصعوبات الثانية انه الانجليزي بنفس الوقت، انا مدرستي كان في حوالي 1500 طالب، ولكن كنت انا السوري الوحيد او العربي الوحيد بالمدرسه، فكان في كتير صعوبات انه اتواصل مع باقي العالم، لبعدين اخذنا على الجو واخذنا على اللغه، والحمد لله كل الصعوبات حلت. فرع الإخراج والتصوير السينمائي، أحمد ليش اخترت هذا الفرع نعم، بالذات؟ هلا انا دائما عندي فكره او رؤيه انه اسهل شيء لتوصل لقلوب الناس، لبيوت الناس كلها، هي عن طريق المسلسلات. يعني لحد هلا بذكر مسلسلات انا وصغير كنت شاهدها، ولهلا هي ببالي، بتذكر الاغنيه تبع الشارع والمخرجين، فحبيت انه اوصل رسالتي عن نفس الطريق اللي انا وصلوني رسائل العالم منه، فحبيت اوصل قلوب العالم من وراء الافلام اللي انا رح اكون مساهم في اخراجها. أحمد، لو بتحكي لنا أكثر عن هلا حاليا، قلت لي إنه أبرز الصعوبات اللي واجهتها إنه ما كان في سوريين كثير في نيوزيلندا، لكن هلا بعد 7 سنين هل في جالية سورية صار في نيوزيلندا وكيف حياتهم هناك؟ الحمد لله نيوزيلندا تعهد انها تجيب حوالي 1500 شخص على مدار ال7 سنين اللي فاتت، والحمد لله يعني فينا نقول وفت بوعودها وجابت كثير سوريين، يعني في حوالي 1500، ولكن مش باماكن واحده، متفرقين تقريبا، ولكن الحمد لله في جاليه صغيره يعني في بهذا اختلاط الوقت. مع الناس في بالنسبة لك يعني؟ طبعا طبعا، في بالاعياد بالمناسبات دائما في اختلاط، ولكن مش مثل بلدان او مثلا البلدان المجاوره، او في اوروبا في اعداد كبيره من الجاليه، ولكن هون يعني كرقم يعني حوالي 2000 شخص متوزعين بدوله تقريبا بحجم سوريا ولبنان والاردن، يعني عرفت علي كيف؟ هل وضعوا بصمتهم أحمد يعني السوريين هنيك؟ هل عملوا طبعا فارق؟ طبعا وضعوا بصمتهم. رح ابلش لك، في كتير يعني من اصدقائي، وفي اخي كمان هو كمان رافع علم الثوره في نيوزيلندا، هو دكتور، وفي صديق الي بيدرس اي تي، وصديق تاني محامي، طبعا وضعوا بصمتهم. وفي كمان بالرياضه بالسوكر، في عنا حدا كمان هون بيلعب بفريق محترف.
بحفل تخرجك حسب رغم ما يعني قلتنا هون، ولكن الحمد لله في إنجازات لنا هون. أحمد، بحفل تخرجك حسب ما شفنا بالفيديو لما رفعت علم نعم الثورة، هيك صار في حالة من التصفيق والتشجيع. شو كان طبعا. شعورك بهي اللحظة وشو سبب هي الحالة اللي صارت؟ الصراحة فيك تقول يعني شعور أول مرة بحس فيه، يعني أنا حسيت إنه هيك يعني ما عرفت شو عم بيصير. أنا كنت مخطط وحاطط إنه بدي أطلع وأرفع علم بلدي، علم الثورة اللي أنا بسببها أنا تشردت من بلدي، بسبب النظام اللي شردني إنه أنا طالبت بحرية. فقلت حتى لو روح لآخر العالم رح أرفع علم الثورة وحفل تخرجي وبأجمل لحظات حياتي. يعني لما رفعت علم الثورة تفاجأت بردة فعل العالم، فكرت إنه ولا حدا، أنا ما شفت حدا عامل هيك قبل رافع علم الثورة على المسرح، فكرت إنه ممنوع أو شيء، فكرت رح يكون في ردة فعل مش حلوة لإلي، ولكن بالعكس فاجأوني بصوت التسفيح. حتى التسفيح كان أقوى من قبل ما أرفع العلم يعني، ففوجئت بهذا الشيء يعني. ولما نزلت عن الستيج أصدقائي اللي كانوا متواجدين معي إنه كتير انبسطوا بالحركة اللي عملتها، وكانوا يعني كتير فخورين فيي وهيك.